رح كمل حياتي معاكي، قضي عمري عزب فيكي. تعرف خرجت تكون انت شنايب لتشرع هالقوانين للنسوان؟ يا ريت اعملوني نايب. يلا هالقد عصبي وبتأذي ونسوانجي. لا اعطيك سكوبات ما حدا عنده اياه. ولا مره خاين مرتك؟ انا كنت على علاقه مع اربع خمس نسوان مع بعض. نعم. منك نسوانجي ابدا؟ من اوتيل لاوتيل. بتحب النسوان؟ بعدنا عم نصور. عم بتصور على الهواء انت؟ وهلا يمكن مرتي عم تحضرني تزعل، هي حره. بعد ما بلش بالاسئله انا. عمول طول. الفنان امير يزبك. زي حوليه. في نش على جرافات؟ شلح الجرافات، تفضل اقعد على الارض كمان. ما عندي مشكله بقعد على الارض. كمان؟ بعدنا عم نصور. ليه عم تبكي؟ معيش مصاري، اخذت من امي، امي قاعده فوقي. هلا وحياه الله رح تبكيني، انت من يومين اخذت مصاري من امك. عم بحكيكي حقيقه. مش عم بتزيد اليوم. ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. انطرونا وقت غير المحطه الاربعاء بعد الاخبار على الاو تي في.